السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية حابة أهنيكم بشهر رمضان، إن شاء الله يكون شهر خير وسعادة عليكم كلكم. في البداية أنا حابة أوريكم بعض الأفكار والديكورات اللي انتم ممكن تستغلوها وتعملوا منها أفكار للبيت. ده زي ما احنا شايفين كده، ده منزل استغلت صاحبته كل ركن فيه عشان تقدر ان هي تحس بالبهجة بتاعت رمضان. زي ما احنا شايفين كده، طبعا هي معتمدة كل الاعتماد على الاضاءة، لان الاضاءة في شهر رمضان هي اكتر حاجة بتخلينا نحس بالفرحة. هي طبعا عاملة نتائج وعاملة كبة رمضان مبارك بالسقف، كل ده هي طبعا عاملاه بنفسها وعاملاه بالكرتون. في طبعا بعض الحاجات اللي هي ممكن تكون شارياها، بس هي اكتر حاجة معتمدة في بيتها على الإضاءة. حتى الإزاز بتاع البيت بتاعها عاملة بيه الكرتون، حاجات اللي هي الصغيرة بتاعت الهلال والنجمة، ومعلقاهم على الإزاز بتاع الشقة، ومستغلية اللي هي الحاجات بتاعت الأعياد الميلاد، لأنهم دول بيتباعوا بقى جاهزين، انت ممكن تشتريها وبتعلقيها برضو على الحيطة. حتى في المكان اللي بيلعبوا فيه الأولاد والأطفال برضو مستغلية كل ركن في البيت بالإضاءة والزرع عشان تحس ببهجة الشهر. أنا حابة أقول برضو حاجة، إن مش كل حاجة بنشوفها نقدر إن احنا نعمل زيها، بس هو الفيديو فيديو تحفيزي، يعني إن بيحفزك إن انتي تشوفي بعض الأفكار، تعملي حاجات ولو بسيطة عشان تحسي بس بالتغيير شوية، كنوع من أنواع تغيير الديكور في البيت. حتى هو المكان اللي هو بيقعد فيه الأطفال بتاعها، هي مستعينة إن هي طبعا تحط النور ومعلقة فوانيس. طبعا الحاجات اللي هي الصغيرة الخشب دي بتتباع جاهزة، ممكن تجيبيها وتعلقيها في المكان اللي انت حابة تحطيه فيها. هي مستغلية المكان كله في زينة رمضان، اهو عاملة إضاءة في الليفينج في البيت، حتى المطبخ، حتى على الرخامة، حاطه رمضان وحاطه ديكورات توحي بس بالبهجه كده. طبعا احنا مش هنعملها كلها لان ده يبقى كتير فعلا يعني، بس دي مجرد ان هي افكار بتساعدنا ان احنا نقدر ان احنا نغير في ديكور البيت شويه. اهي حتى السفره وكده، حاطه على الترابيزه، حاطه الهلال، معلقه على المرايه نور، يعني حاجات برضو بسيطة بس تقدري ان انت تحسي بيها بالبهجة بتاعة رمضان. وحط على الشباك هناك اهو الهلال اللي هو بينور من بره، ده انا برضو بحب اجيبه جدا لانه بيبقى صراحة شكله جميل جدا، خاصة لما بينور بالليل والدنيا ضلمة. برضو دي برضو نجوم حطاها اهو. دي كفكرة من الافكار اللي انت ممكن تعمليها، ان انت ممكن تكتري بس شوية من الاضاءة وجيبي حاجات بسيطة كده تحطيها في المطبخ تحسي بيها برمضان شوية. بعد الفيديو دوت هنشوف بعض الافكار اللي احنا نقدر ان احنا نستغلها ونقدر ان احنا نعمل منها افكار للبيت في رمضان. هنستغل السي دي، اطباق البلاستيك بتاعت الاعياد الميلاد. اول فكرة عندنا اللي هي فكرة الاطباق البلاستيك بتاعت اعياد الميلاد اللي احنا بنحط فيها الجاتو. طبعا انت ممكن تجيبيها وتلونيها، ممكن تشتري اهو اللون جاهز مش محتاجة ان انت تلوني، وبتبتدي تقطعيه على شكل هلال وبترسمي نجوم صغيرة، وبتبتدي تقصي الاطباق البلاستيك على الشكل اللي انت عايزاه، وبتبتدي ان انت تعلقيهم في حبل كده وبيبقى شكلهم حلو جدا، خاصة دي حاجة انت عاملاها بنفسك كنوع من انواع التغيير، وممكن كمان تعمليها من الكرتون. الفكرة اللي بعد كده اللي هي استغلال العلب، العلب ممكن تكون علب الكنز اهي، زي ما احنا شايفين كده دي علبة كنز بيجيبوها وبيحطوا جواها، بتقطعيها بالقطر كأنها زي الفانوس الورق بالظبط، وبتحطي من جواه الإضاءة اللي انت حباها، وبتقدري ان انت تستغليها في الإضاءة. وممكن من العلب تقدري تعملي الشكل الجميل دوت وتحطي جواها لمبة، او اللي هي الشمعة بتاعت الإضاءة.
ودي بتتباع في ايكيا اهي. بعد كده ممكن نعمل ايه بقى؟ نعمل الكرتون. لو احنا عندنا اي نوع من انواع الكرتون ممكن نعمل منه فوانيس ورق. بس انا بقى عندي فكرة احلى مش من الكرتون، ان انتي تجيبي الورق او الاكياس اللي هي بتاعت اعياد الميلاد، بتجيبي الاشكال اللي هي بتبقى عليها ورود او الاشكال اللي عليها اطفال او الاشكال اللي عليها حيوانات، الحاجات اللي هي بتبقى ليها شكل كده جميل كده، ورود في مثلا اعياد الميلاد اللي بتتباع في اعياد الميلاد، بتجيبيها وبتعملي منه الفكرة دي، بحيث ان هي بتبقى شكلها حلو جدا جدا لما بتتعلق على باب العمارة من تحت. دي انا بحب اعملها جدا، بنجيب الشكل بتاعهم بتعمليه بنفس الشكل اللي هي عملته بيه دوت، وبيتعلق على باب الشقة او باب العمارة من تحت، بتبقى شكلها حلو جدا، وتحطي ممكن تحطي جواها لمبة بيبقى شكلها حلو جدا، وممكن تعمليه بورق سادة او كرتون سادة زي ما هي بتعمل كده اهي، بتقطعيه اهو وبتركبيه. بس انا بصراحة بفضل الورق اللي هو بتاع اعياد الميلاد. انا منزله لكم صورة منها تقدروا ان انتوا تنفذوها، لان بيبقى شكلها حلو جدا. دي هي مدبساها اهي عادي جدا، وبتعمليها وبتعملي لها قاعدة من فوق، وعلى فكرة ممكن ترشيه بعد كده كمان بالجليتر بيبقى شكله حلو جدا، وبيبقى فانوس سهل جدا وبسيط، وممكن تحطيه في غرفة نوم الأطفال بيبقى برضو شكل حلو جدا وبيفرحوا اهي، وممكن تحطي له اللي هي الإضاءة اللي هي بتتباع اللي هي الشمعة اللي بتنور دي بالحجر، بيبقى شكلها حلو جدا في البيت. الصورة اللي جاية بقى ده اللي انا بقول عليها، دي اللي هو الكرتون بتاع اعياد الميلاد، بتجيبيه وتقصقصيه بيبقى شكله رائع رائع اهو. بصوا دي الشنط من اعياد الميلاد، وبتعملي بقى منه الشكل اللي انت حباه، وممكن تعلقيه على باب الشقة من بره، وممكن تعلقيه في البلكونة، ممكن تعلقيه في المطبخ عندك لو انت حابة، لو انتوا بتاكلوا زينا كده في المطبخ، لان احنا عندنا الوضع مختلف شوية اهو. في فكرة تانية بقى اللي هي فكرة ان انت تجيبي عمود من النحاس اللي هو بيبقى النحاس اللي بيتباع، وبتقصي يعني بتقصي على الورق شكل الهلال، وبتستعيني بالشكل ده ان انت تعملي ورود على الحتة اللي هي الهلال دي، ممكن تحطي ورود، ممكن تحطي اوراق شجر، ممكن تحطي الاتنين مع بعض، وبتقدري ان انتي تستغليهم كنوع من انواع الديكور، وممكن تحطي كمان تزينيه بالنور، يعني في كذا فكرة تقدري تنفذيها بالشكل ده، اللي هو الحديد اللي هو المعدن اللي بيتباع ده، بيتباع بالمتر تقريبا، وبتقصيه على شكل هلال، وبتبتدي تركبي الورد اهو، بتبتدي تركبي الورد، وبتبتدي تركبي الحاجة اللي انت حابيها. زي ما احنا شايفين كده بيبقى شكله حلو جدا، ويتعلقي على باب البيت. بعد كده الفكرة اللي هي موجودة عندنا اللي هي السيديهات. السيديهات بقى عايزة اقول لكم خطيرة في الزينة، يعني انا بنتي مغرمة ان هي تعمل بيها الزينة دي، هي بتجي بيها وبتقطعيها برضو على شكل هلال او نجوم، وبتبتدي ان انتي تجمعي الاشكال اللي انتي بتعمليها ديت، وبتلزقيهم بالحبل، ممكن كمان تلزقيهم على التلاجة، ممكن كمان تلزقيهم على الإزاز بتاع اللي هو الأوضة بتاعتك بتاعة السفرة، تلزقيهم على الشباك كنوع من أنواع الديكور، ممكن تلزقيها على التلاجة، ممكن تجيبي حبل وتلزقيهم بمسدس الشمع، كذا فكرة تقدري ان انتي تنفذيها
من خلال السيديهات. ممكن بتلميهم كلهم في شكل واحد وبتعلقيهم مثلا في الوسط كده تحت النجفة، بتبقى شكلهم حلو جدا، بيبقى شكلهم شيك جدا وهم نازلين كده، وفي إضاءة من فوق عليهم بيبقى شكلها حلو قوي. بتجيبيهم اهو وبتعملي أشكال مختلفة، وبتبتدي تجيبي مسدس الشمع، وبتبتدي تجيبي البلاستيك دوت اللي هو الحبل اللي هو تقدري ان انتي تلزقي عليه، اللي هو حبل النايلون دوت عشان يستحمل، وممكن تلزقيهم زي ما تحبي بقى اهو. ممكن تلزقيهم في اي مكان، ممكن تلزقيهم في اوضه ابنك لو حابه ان انتي تحسسيه بشهر رمضان، بيبقى شكلهم حلو قوي. اهي بتلزقي كل واحده، بيبقى شكلهم حلو جدا. دي بعض الافكار السريعه اللي انت ممكن تنفذيها لشهر رمضان. وممكن تستغلي برضو الكرتون او الاوراق الاوراق الكرتون او الجلاد اللي هو بيبقى تقيل شويه، الكرتون، وتلونيه او ترشيه بال دي السيديهات. بعد ما بتخلص بيبقى شكلها كده اهي، بصوا شكلها جميل جدا جدا جدا. ممكن تعملي الشكل اللي انا بقول عليه اللي هو بيتعلق من فوق، بيتعلق بيبقى شكله حلو جدا. دي بعض الافكار اللي انا حبيت ان انا اقدمها لكم النهاردة، وان شاء الله هقدم لكم افكار تانية اهي. دي ممكن تعمليها بكرتون عادي خالص او بالهدايا، كرتونة الهدايا دي برضو هلال انتي ممكن تنفذيه، بتعمليه بتقصيه وبتحطيه وبتعلقي عليه ورد وبتحطيه على باب الشقة كنوع من انواع الديكور اهو، بتعلقيه في اي مكان في البيت، وشوية زرع كده حلوين، بيبقى الشكل والديكور جميل جدا. دي برضو زينة مكتوب عليها رمضان كريم او رمضان، بتبتدي ان انتي برضو تعلقيها. طبعا الحاجات دي ممكن تشتريها جاهزة، بتبقى برضو بشكلها حلو جدا. دي ممكن تعمليها عادي برضو بالكرتون او بالورق الملون اهو، بيبقى شكلهم جميل جدا. وممكن تعملي اللون اللي انت حباه حسب ديكور بيتك، ممكن تعملي فضي، ممكن تعملي ذهبي، ممكن تعملي الوان، بيبقى شكلهم حلو جدا على الحيطة خاصة لما بيتعلق. ممكن كمان تعملي المخدة وتعملي الهلال بتاعها، ويبقى نوع برضو من أنواع الزينة في رمضان اهو. دي مخدة بالخيمية. ممكن تعملي علب مناديل بتتحط كده بشكلها، بيبقى حلو جدا برضو في الديكور، بيبقى شكلها جميل جدا في البيت. دي بعض الحاجات اللي هي الخشب، برضو دي ممكن تلاقيها جاهزة، انا حبيت برضو اوريها لكم. ممكن تشتريها وتحطي فيها إضاءة، ده مفرش معمول بالخيامية. ممكن تعمليه كمان مفارش للسفرة، تقدروا ان انتوا تاكلوا عليها، بيبقى فيها شكل جميل جدا. ودي مخدات اهي، ممكن برضو انتي تنفذيها وتكتبي عليها. ممكن بقى لو انتي بتحبي بقى فن التابستري كده ومبدعة فيه، ممكن ان انتي تعملي لوحة كده جميلة وتعلقيها على الحيطة عبارة عن الهلال، وتبقى برضو شكلها حلو، او تعلقيها في غرفة الاطفال عندك، بيبقى شكلها جميل جدا. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم، اتمنى ان انتوا تكونوا شفتوا بعض الافكار اللي انتوا تقدروا تنفذوها، زي برضو الفكرة دي حلوة، ممكن تحط على باب الشقة، شكلها جميل جدا اهي. اتمنى ان تكون الافكار النهاردة عجبتكم، اتمنى ان انتوا تكونوا داخل عليكم رمضان وانتوا في اتم صحة وسعادة وبخير. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، عايزة بقى شير كتير، عايزة لايك كتير، وعايزة كومنت حلو كده عشان اعرف ان الفيديو عجبكم. وكل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا دايما بخير وصحة وسعادة.